مساء الخير على الجميع. اليوم بغطي لكم فريق مشاة رجالي، اسم الفريق مشاة وهايكرز الأحساء. قبل فترة غطيت لكم فريق مشاة نسائي، واليوم إن شاء الله بغطي لكم الهم. طبعا كل أسبوع متواجدين يوم الأحد في حديقة الجرن. حياكم الله معاي وبنغطي لكم إن شاء الله. التقينا بقائد الفريق، حياك الله معاي، ما تعرفنا عليك. معك حسين الخميس، قائد مجدولة نشاط الأحساء في حديقة الجرن. أستاذ حسين، يليتك تكلمنا عن الفريق بشكل عام. فريق مشاة الأحساء تأسس يمكن من 7 سنوات أو 8 سنوات. إحنا نمشي في الجرن زين ممكن من سنة. طيب. وعندنا مجدولات ثانية، عندنا حاليا السبت في العمران، والأحد هنا في الجرن، والاثنين ممشى الظهران زين، وعندنا الثلاثاء عند الامانه. طيب استاذ حسين، ايش اهداف الفريق؟ اهداف الفريق يعني هو النشاط الرياضي والتخلص من السمنه وممارسه الرياضه بشكل عام يعني. وطبعا عندنا ماشي وهايكينج موسمي. يعطيك الصحه والعافيه ابو عبد الله، وتشرفنا فيك. كذلك التقينا باحد اعضاء الفريق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما تعرف عليك يا استاذ؟ محمد حسين الماجدي من سكان اهل الصفا. استاذ محمد، ما ادري اذا تكلمنا عن الفريق بشكل مختصر. الحمد لله، الحمد لله انضميت وياهم خلال سنه من تاريخ اليوم، سنه اللي قبل رمضان باسبوعين تقريبا انضميت ويا المجموعه مشاة الاحساء، والحمد لله لي سنه كامله منتظم وياهم مشاة الاحساء الشماليه، مشاة الاحساء اللي في وسط عند الامانه، منتظم وياهم الحمد لله، مشارك وياهم في هيكرات في طلعات ثانيه، الحمد لله لها كثير طلعات مشاة الاحساء. استاذ محمد، شو الاضافه اللي انضافت لك خلال الانضمام مع المجدوله خلال سنه كامله؟ ولله الحمد الإضافة الانضباط في الوقت، وقتنا عندنا لقيمة معينة، نبتدي مثلا نقول لنا الانضباط نقدر نبتدي من إلا ربع التواجد، بعدها بربع ساعة نسخن وبعدها نبتدي. وضفت أنا لحالي نفس الشيء، ابتديت وياهم ب5000 خطوة في اليوم، احنا وصل إلى 17000 15000 خطوة في اليوم، ما يعادل إلى 10 كيلو في اليوم يوميا بشكل مستمر يعني، بالإضافة إلى المجدولات اللي مقسمها خلال الأسبوع. حتى لو ما في مجدولة أنا أمشي في الليالي العيدية الحالي يعني. طيب أنا شاكر لك ومقدر هالاستضافة. شكرا لك أخوي محمد، الله يعطيك العافية. شكرا للاستضافة، الله يعطيك العافية. التقينا بأحد أعضاء الفريق الأستاذ أحمد الحسن. طبعا أنا سمعت من الفريق أنك شاركت في بطولات، حققت بعض الإنجازات البسيطة على مستوى الحسن، ياليت تكلمنا عنها يا أستاذ أحمد. طبعا شاركنا في مشاركة في مسابقة ينبع على مستوى الاتحاد السعودي، ماشي، حققت المركز التاسع من بين 550 إلى 600 مشارك. كذلك شاركت في مسابقة اليوم العالمي للسكر وحققت المركز الأول على فئة المشي. كذلك طبعا في مسابقة على مستوى إدارة المدارس إدارة التعليم حققت المركز الثاني. أستاذ أحمد، كم سنة لك في الفريق وش الإضافة اللي أنت أضفت للفريق بما أنك أنت محقق بطولات؟ طبعا لي 3 سنوات من الحاق مشاة الأحساء. طبعا الإضافة اللي أضفت لهم، طبعا هم أضافوا لي وهم وأنا أضفت لهم، يمكن الشيء الوحيد اللي أحس أن أنا أضفت لهم كعامل محفز مشجع للبقية مشجعة، وكانوا يمشون مسافات قليلة لما شافوني كذا شوي حفزوا أنهم يمشون أكثر، فكان أنا أقدر أقول عامل محفز للجميع. طيب احنا شاكرين لك ومقدرين هالاستضافة. شكرا. اول حاجة يبتدون فيها التسخين.
ان شاء الله انكم استمتعتوا ويانا، وشكرا على المتابعه.